السلام عليكم، ازاي نقدر نزود الفاعلية بتاعت شات جي بي تي؟ ازاي نقدر ناخد افضل اجابة منه؟ يعني في ناس بتشتكي ان الاجابة بتاعته مش قوية او ان في مثلا مغلط فيه، فازاي نزود الفاعلية بتاعته؟ طيب ايه هو شات جي بي تي؟ شات جي بي تي هو روبوت متخصص في المحادثة، معتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، وقادر ان هو يفهم اللغة البشرية الطبيعية ويعمل توليد للنصوص مكتوبة بطريقة دقيقة شبه الإنسان. وهو من إنتاج شركة اسمها أوبن إي آي، هو اتدرب على لغات مختلفة كتيرة جدا، منها اللغة العربية. ممكن تستخدمه في حاجات كتيرة جدا زي التعليم والتعلم، ممكن يساعد الطلاب ويساعد المدرسين، ممكن يساعد المدرسين إن هما يجهزوا للمحاضرة، إن هما يجهزوا أسئلة، إن هو يديهم أفضل إجابات. برضه ممتاز في الاستشارات والدعم الفني، إن أنت تاخد منه معلومات، لكن برضه ساعات بيحصل إن في أجوبة مش مظبوطة، فلازم تعمل فحص أو تأكيد للإجابة بتاعته. هو كويس برضه في الترجمة بشكل دقيق، ممكن يعني يساعدك في إدارة المهام، ممكن يساعدك في التسويق والإعلان، بيساعدك في مجالات كتيرة جدا. طيب إزاي بقى نزود الفعالية بتاعته؟ ممكن تكتبه كده تقول له تجنب كل المحادثات السابقة في حال وجودها. ليه؟ لأن ممكن تكون أنت بتسأله في موضوع، فهو السؤال الجديد يعتبره قائم على السؤال القديم. يعني أنت كنت بتسأله الأول على الحضارة الرومانية، وبعد كده جاي تسأله مثلا عن السينما، فتبقى الإجابة بتاعته معتمدة على السينما في الحضارة الرومانية، فهتلاقي فيه لخبطة، فده بيأثر على النصوص ودقة الرد. فممكن تقول له تجنب كل المحادثات السابقة، ممكن تقول له تقمص شخصية خبير في المجال عشان ما يدكش ردود عامة. فمشهور جدا ان انت ممكن تقول له ايه، تقمص شخصية ممكن اقول له كخبير اقتصادي ايه رأيك في الموضوع دوت، كخبير استراتيجي ايه رأيك في الموضوع دوت. فتحدد له الإجابة بتاعته هتكون من خلال إيه، أو إيه الشخصية اللي هتقمصها. ممكن تقول له لو أنت إينشتاين مثلا، أو أنت فلان الفلاني، فتحدد له شخصية يحاول يجاوب على أساسها. يعني في مواقع بتبقى اسمها كاركترز، بتختار شخصية تدردش معاه. المواقع دي غالبا بتبقى معتمدة على شات جي بي تي، فانت ممكن تروح شات جي بي تي دايركت وتقول له جاوب على السؤال دوت. وبعد كده ممكن تحدد له مهمة واضحة على اساس ان هو يديك رد واضح ومحدد بناء على الطلب، ودي شروط. يعني يقول له في شرط معين كذا كذا، يعني على اساس تحصل على افضل نتيجة. وفي الاخر اسأله هل انت فهمت التعليمات بوضوح، وده بيساعده لو في اي مشكلة يقدر يقول لك والله انا محتاج توضيح في النقطه الفلانيه. فالخمس حاجات دول هيساعدك ان انت تحصل على احسن فعاليه من شات جي بي تي. طيب ايه اللي ممكن تحصل عليه في شات جي بي تي؟ ممكن تقول له مثلا، ممكن يكون عندك مثلا فيديو طويل، فانت ممكن تدخل على اليوتيوب وتختار ان انت عايز تشوف الترانسكريبت اللي هو زي الترجمة أو مش ترجمة، النصوص اللي موجودة في قلب الفيديو، تدي له كل الكلام ده وتقول له summarize the following، يعني لخص لي الكلام ده كله، فيلخصه لك كله مثلا في 5 6 سطور، فتشوف هل الفيديو ده مناسب ليك ولا لأ. ممكن تقول له تقمص شخصية معينة زي مدرس زي ناظر، وتبدأ إن أنت تتكلم معاه. ممكن تقول له اطرح لي أفكار جديدة، أنا عايز مثلا افكار لفيديوهات عايز اعملها مثلا على اليوتيوب، فيبدا ان هو يديك افكار. ممكن تعمل معاه عصف ذهني، يقول له انا عايز افكر معاك، فتعمل معاه عصف ذهني كان في صديق وعندك مشروع، فانت بتختار عصف ذهني معاه. ممكن يساعدك في عمل برامج مثلا، يعني كذا مره قبل كده كنت مظلوم في برنامج، ف بدل ما اقعد افكر في الكود بخليه يعمله لي، وبعد كده اجرب واشوف لو في اي تعديل اقول له اعمل لي كود. حاليا ممكن تربط شات جي بي تي بسيري، او ممكن تربطه بأليكسيا بتاعت الامازون، فده بيديها قوة كتيرة جدا. يعني ممكن تقول له اعمل لي ادارة للفلوس او المرتب بتاعي،
وانا صاحب شركة فعايز اشوف ايه الافكار اللي ممكن اعملها. ممكن تخلي فيه ابتكار، تقعد تناقشه في حاجات عايز تبتكرها. ممكن تقول له اعمل لي خطة تسوية على التواصل الاجتماعي، ويقول لك انسب حاجة مثلا تحطها على الفيسبوك كذا، تويتر كذا، انستجرام وكده.